مركز قرة عين للخصوبة، فريق طبي متكامل على أعلى مستوى، أكبر صرح طبي في عمليات الحقن المجهري وأطفال الأنابيب، غرفة عمليات مجهزة لجميع حالات الولادة الطبيعية والقيصرية، خدمات طبية وفندقية على أعلى مستوى. ينفرد المركز بوجود أحدث أجهزة تعقيم الهواء داخل غرفة العمليات والمعامل، وجهاز MC لتكبير الحيوانات المنوية وتشخيص العيوب الخلقية داخل الحيوان المنوي، أحدث أجهزة ميكروسكوب للحقن المجهري وأطفال الأنابيب، وحدة خاصة بمنظار الرحم، ووحدة بالمنظار الباطني التشخيصي والجراحي لعمليات تأخر الإنجاب، أحدث الحضانات العالمية التي تقوم بتصوير الأجنة داخل الحضانات على مدار 24 ساعة، أعلى نسبة نجاح في مصر والشرق الأوسط، مركز كرة عين للخصوبة. البنين ويا البنات، حلم قلبي وذكريات، نعمة بتخلينا نفرح، يلا سيبك من اللي فات، يملى قلبك بالأماني والأمل والأمنيات. البنين ويا البنات، مركز كرة عين للخصوبة، يلا سيبك من اللي فات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدات والمشاهدين، وأهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج قرة عين اللي بنقدمه لكم من داخل مركز قرة عين للخصوبة. عايزين نتكلم النهاردة في موضوع يهم برضو الأسرة المصرية نساء ورجالا، وهو موضوع قرحة الرحم. يا دكتور أنا عندي قرحة في الرحم، ده سؤال شائع جدا جدا جدا، واعتقد ان مفيش امرأة في مصر ما راحتش لطبيب وقال لها عندك قرحة في الرحم. وقرحة الرحم دي كم من نساء تم كويهم بالنار باسم قرحة الرحم. كل ما نروح لطبيب عندك قرحة يقوم ماسك الرحم كوي، روح طبيب تاني بعد شهرين القرحة لسه موجودة ويقوم كاوي الرحم تاني بالنار. طبيبة تالتة قال ده القرحة اتعملت غلط ويكوي تاني. احنا عايزين نوصل بقى للصح في هذا المجال. مفيش حاجة في الطب حديثا اسمها قرحة الرحم. كلمة قرحة الرحم دي اتلغت تماما. في حاجة اسمها التهاب مزمن في عنق الرحم، وفي حاجة اسمها الاكتروبين اللي هو القرحة الفسيولوجية، القرحة الفسيولوجية في الرحم. القرحة الفسيولوجية دي حاجة موجودة في كل نساء مصر، تلاقي في حتة حمراء كده في عنق الرحم زي ما يكون واحد قلب شفته كده وباين من جوه انها حمراء، او قلب جفن عينه وباين من جوه انها احمر. ده مش معنى ذلك ان انا الرحم عندي في حتة حمراء، ده بالعكس الصح الكلام اللي اتقال ان جفني مقلوب. يعني انا ما اعمل جفني كده واقلبه من جوه هيبان احمر من جوه، ده مش معناه ان انا عيني ملتهبة، لا، في فرق بين ان عيني ملتهبة يعني جفني ده احمر لوحده كده وملتهب ومزنهر خالص ولوحده مش مقلوب ولا حاجة، وفي فرق بين يعني يكون جفنها مقلوب وبين حمراء. اللي جفنها مقلوب نقول له اعدل جفنك كده بس، لكن الحمراء ومظهرها عايز عليك. فالقرحة الفسيولوجية هي عبارة عن عنق رحم، عنق الرحم ده له فم كده زي فم الإنسان. الفم ده المفروض تبقى شفافه في الشكل ده، طب وفي الشفاف دي اتقلبت كده بنت من جوه انها حمرة اللون، اللي شوف يقول ده حاجة حمرة ومزنهرة ملتهبة، هي مش ملتهبة، دي حاجة بتحصل في ارحام النساء جميعا نتيجة تغير الهرمونات. يعني كل شهر تلاقي الست في فترة من الفترات الرحم بتاعها في حتة زي دي، وما الدورة تنزل راحت. بعد الولادة مباشرة، بعد اي ولادة تلاقي الست عندها 16 سنة نتيجة الهرمونات الزايدة عندها الرحم بتاعها يعمل نفس الموقف ده، وتتشخص على انها قرحة في عنق الرحم.
هذا التشخيص تشخيص قاتل ومرعب، والتدخل فيه بالكي جريمة لا تغتفر. يعني كم من نساء ارتكب في حقها جرائم بسبب كوي عنق الرحم على ان عندها قرحة وهي ما عندهاش قرحة، والست دي لو ذكية تفاجئ انها عملتها النهاردة وبعد شهرين عندها تاني وبعد شهرين عندها تاني، وده من حسن حظها ان اللي كواها ما كواهاش بطريقة عنيفة. ده لو كواها بطريقة عنيفة اللي هتلاقي قرحة ولا غيرها بعد كده، وده غلط. لو ملقتش قرحة بعد كده يبقى ده غلط. ليه غلط؟ لان الهرمونات ما عادش فعالة، او الانسان ده كوى الرحم بشكل ما عادش فيه خلايا في داخل تجويف الرحم، تجويف عنق الرحم. نفهمها تاني الحته دي ونبين خطورتها فين. المرأة أثناء التبويض بيطلع منها إفرازات من عنق الرحم، الإفرازات دي هي المسؤولة عن أخذ الحيوان المنوي وتوصيله لفوق. يعني أي جماع في فترة غير فترة التبويض ما بيبقاش فيها الإفراز ده. فاصل بسيط ونكمل بعد الفاصل إن شاء الله. مركز قرة عين للخصوبة، فريق طبي متكامل على أعلى مستوى، أكبر صرح طبي في عمليات الحقن المجهري وأطفال الأنابيب، غرفة عمليات مجهزة لجميع حالات الولادة الطبيعية والقيصرية، خدمات طبية وفندقية على أعلى مستوى. ينفرد المركز بوجود أحدث أجهزة تعقيم الهواء داخل غرفة العمليات والمعامل، وجهاز MC لتكبير الحيوانات المنوية وتشخيص العيوب الخلقية داخل الحيوان المنوي، أحدث أجهزة ميكروسكوب للحقن المجهري وأطفال الأنابيب، وحدة خاصة بمنظار الرحم، ووحدة بالمنظار الباطني التشخيصي والجراحي لعمليات تأخر الإنجاب، أحدث الحضانات العالمية التي تقوم بتصوير الأجنة داخل الحضانات على مدار 24 ساعة، أعلى نسبة نجاح في مصر والشرق الأوسط. مركز كرة عين الخصوبة. البنين ويا البنات، حلم قلبي وذكريات، نعمة بتخلينا نفرح، يلا سيبك من اللي فات، املا قلبك بالاماني والامل والامنيات. البنين ويا البنات. مركز كرة عين الخصوبة، يلا سيبك من اللي فات. اهلا بكم مره تانية بعد الفصل اعزائي المشاهدين والمشاهدات، ونكمل موضوع قرحه عنق الرحم. احنا قلنا ان المراه فيسيولوجيا بتاع جسمها ان فتره التبويض بيبقى عندها هرمون عالي قوي بتاع الاستروجين، وهذا الهرمون بيؤدي الى سيوله في افرازات عنق الرحم، وتبقى الافرازات دي عامله زي السائل لما يكون الانسان عنده رشح كده، سائل ناعم جدا وسهل الامتطاط. هذا السائل هو المسؤول عن أخذ الحيوانات المنوية وصعودها إلى البويضة. لو السائل ده مش موجود الحيوان المنوي مش هيخش الرحم. لو السائل ده مش موجود الحيوان المنوي مش هيصعد للرحم فوق. يبقى إذن السائل ده وظيفته الحيوان المنوي يعدي عن طريقه يوصل فوق. طب لو السائل ده مش موجود الحيوان المنوي هيقف مكانه في المهبل ويخرج بره، مش إيه؟ مش هيصعد فوق. طب أنا جيت وحرقت عنق الرحم من جوه، يبقى انا حرقت الخلايا اللي بتفرز هرمونات اللي بتفرز السائل ده، وبالتالي لو كويت الست دي مره واتنين بلاقي ان السائل ده ما عادش موجود، وبقى ده سبب رئيسي لعدم حدوث الحمله عند المراه دي، ان ما عادش السائل بيوصل فوق، وبقت علاجها محتاجه تلقاح صناعي كل شهر. يبقى انا حولت المريضه من واحده طبيعيه الى واحدة محتاجة مساعدة حمل بسبب ان انا عملت لها ايه؟ قرحة عنق الرحم. يبقى القرحة دي ما بتتعملش واتلغت من الطب تماما ان احنا نقول لعين عندك قرحة، نقول له عندك اكتروبيوم، الاكتروبيوم ده هرموني، والهرمونات ديت مجرد ما بتتظبط كل حاجة بترجع مكانها تاني، عنق الرحم القلبة بتاعته بتتعدل تاني. يبقى كتير جدا من الحالات بتجينا ونلاقي ما عندهاش السائل ده خالص، ونسألها عملت قرحه يا ست؟ عملت قرحه مره واتنين، وبعدين اتحرق الخلايا اللي بتفرز هذه السوائل اتحرقت،
وبالتالي ما عادش في عندي وسيله تاخد الحيوان منه وتخرجه لفوق تطلعه لفوق. وبالتالي الحل الامثل في هذه الحالات ان هناخد الحيوانات المنويه نحقنها جوه الرحم، وبقى دي اسمها وسيله مساعده لعروس الحمل، وهو التلقيح الصناعي. ايه اللي يجبرني انا كمريض ان انا اكون طبيعي واتحول الى مريض محتاج مساعده حمل؟ ده خطا. المفروض اي طبيب، اي مريض يروح لطبيب يقول له عندك قرحه، لازم يتذكر كويس قوي الكلام اللي قلته له ده، ويرفض تماما عمل عمليه ايه كي. في وسائل اخرى غير الكي، في نترات فضه يحطها، اللبوس معين للالتهابات يحطها، لكن ما فيش داعي لموضوع الكي بالنار. دي مشكله كبيره جدا وبتؤدي الى عاهه مستديمه عند المرض. في حاجه تانية بقى اسمها الالتهاب المزمن في عنق الرحم. الالتهاب المزمن في عنق الرحم ده بقى بتلاقي الرحم نفسه كله وارم ملتهب جدا، نازل منه صديد، صديد نازل من عنق الرحم، ودي التهاب واضح جدا، التهاب واضح جدا. دي الحالات اللي بتحتاج عليك، مش القرحه المعهوده المعروفه ان الحته الحمراء اللي باصه من الرحم دي اللي مقلوب فيها الرحم دي. التهاب المزمن في عنق الرحم او التهاب الحاد في عنق الرحم بيحتاج الاتي: ادويه وادويه خاصه، واعمل مزرعه الاول، واخد ميكروب واعمل له مزرعه واشوف ايه الميكروب اللي عندها ده وعلاجه ايه، واديها العلاج وبترتاح تماما. بس بتاخد علاج من 15 يوم ل 21 يوم بترتاح تماما على هذا الموضوع. فالعلاج الرئيسي في هذه الحالات هو المضادات الحيويه الشديده. واذا تعذر بقى بعد هذا الموضوع، اذا تعذر ان لقينا الالتهابات مزمنه زي ما هي، احيانا بنلجا لموضوع الكي، بس مش بالنار، كي بالكرايو او الكي بالدايسيرمي، مش الهيت سيرمال، مش بالسيرمال، بحاجه اسمها الدايسيرمي. بنخش جوه عنق الرحم ونكوي هذا الموضوع، ونكوي عنق الرحم تماما، ونشوف البوكتس اللي فيها الصديد فين ونكويها. وده كله ممكن نستخدمه اثناء عمل منظار رحمي واكتشاف مناطق البؤرة الصديدية فين ونكويها. اعتقد ان احنا وضحنا فكرة قرحة عنق الرحم، ويا رب تكون المعلومة ثابتة في اذهانكم. واحب انوه في نهاية الحلقة ان لو عايزين تتواصلوا معنا تدخلوا على موقع مركز قرة عين الخصوبة على الفيسبوك، واي اتصالات او استفسارات على استعداد للاجابة عليها. واشكركم، وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة، أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز قرة عين للخصوبة، فريق طبي متكامل على أعلى مستوى، أكبر صرح طبي في عمليات الحقن المجهري وأطفال الأنابيب، غرفة عمليات مجهزة لجميع حالات الولادة الطبيعية والقيصرية، خدمات طبية وفندقية على أعلى مستوى. ينفرد المركز بوجود أحدث أجهزة تعقيم الهواء داخل غرفة العمليات والمعامل، وجهاز MC لتكبير الحيوانات المنوية وتشخيص العيوب الخلقية داخل الحيوان المنوي، أحدث أجهزة ميكروسكوب للحقن المجهري وأطفال الأنابيب، وحدة خاصة بمنظار الرحم، ووحدة بالمنظار الباطني التشخيصي والجراحي لعمليات تأخر الإنجاب، أحدث الحضانات العالمية التي تقوم بتصوير الأجنة داخل الحضانات على مدار 24 ساعة، أعلى نسبة نجاح في مصر والشرق الأوسط. مركز كرة عين الخصوبة. البنين ويا البنات، حلم قلبي وذكريات، نعمة بتخلينا نفرح، يلا سيبك من اللي فات، إلا قلبك بالأمان والأمل والأمنيات. البنين ويا البنات. مركز كرة عين الخصوبة، يلا سيبك من اللي فات.